السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل المثال اللي بدينا فيه بالبارت الأول من المحاضرة. قلنا بدنا كيف نكمل sin to the power n cosine to the power mx dx. لازم نفس الزاوية يكونوا، ولازم إنه الزوايا تكون لينير. فأول كيس إذا كانت واحدة من الباور odd، يعني ممكن يصادف التنتين odd، واحدة odd واحدة even. فلو صادف تكامل sin to the power 3x cosine to the power 4x dx، لاحظ الباور اود رح اضطر اني اخذ فاكتور من الساين تكعيب اللي هو ساين الاكس. لو كان ساين قوة 5 باخذ الساين وبضل ساين قوة 4، فصار التكامل عنا كوساين تو ذا باور 4 ساين تربيع الاكس ساين الاكس. لاحظ هذا الترم هو مشتقة الكوساين، فرح نفكر باي سبستيتيوشن. فرح اضطر استبدل مكان ساين تربيع من الايدنتيتي اللي تعلمناها اللي هي 1 ناقص كوساين تربيع، فاصبح التكامل كوساين تو ذا باور 4x 1 ناقص كوساين تربيع ساين الاكس دي الاكس. فهلا واضح للكل انه الفكره رح تكون باي سبستيتيوشن، فرح نفرض التي هي كوساين اكس ومنها دي تي باي دي اكس ايكوال ماينس ساين الاكس. فرح أرجع للتكامل، إذا انتيجرال تي للقوة 4 في 1 ناقص تي تربيع، ومكان دي اكس اللي هي ماينس دي تي على ساين الاكس. لاحظ هذا الترم ساين الاكس لازم إنه نختصره، فأكيد اختصرناه مع الساين. هلا عشان أكمل هذا المقدار فك القوس، تي للقوة 4 تكاملها تي قوة 5، ومين هي تي ساين الاكس، سوري اللي هي كوساين الاكس، فرح يكون الجواب كوساين تو ذا باور 5x اوفر 5. فك القوس، تي للقوة 4، طبعا في عندي هون اشارة سالب برا، تي للقوة 4 في تي تربيع هي تي قوة 6، كاملها تي قوة 7، ومين هي تي؟ هي كوساين تو ذا باور 7x زائد سي. هلا حاول انت لو صادفك سؤال انه التنتين قد، لو صادفني تكامل ساين تكعيب 2x بلس 1 كوساين 2x بلس 1 dx كلاهما قد، فانت باي باور رح تبدا؟ دائما حاول تفكر تبدا بالباور الاقل، يعني ابدا بهاي، ولو بديت بهاي برضه صحيح. فهون قدامك طريقتين انك تفكر. قبل ما افكر بهاي الطريقه تاكدنا انهم نفس الزاويه وانه الزاويه لينير. فلو فكرت بهاي رح اضطر اسحب الساين، وبضل عندك ساين تربيع، وبستخدم الايدنتيتي وسبستيتيوشن. السؤال ضل عندنا حاله واحده، انه اذا كانت الباور الحاله الثانيه if n and m are even. لاحظ حكيت n انه التنتين even، يعني لو صادفني السؤال for example شو رح نعمل؟ لو كان عندنا مثلا sin تربيع x cosine to the power 4x dx. لاحظ إذا هاي الباور even وهاي الباور even. في هاي الحالة إذا كانت الـ 2 power even رح نستخدم الـ identity إنه نعوض مكان. لو فكرت بالـ substitution ما رح يعطينا نتيجة، رح أفكر إنه أستخدم sin تربيع الـ x اللي هي 1 ناقص cosine 2x over 2، ورح أفكر أعوض مكان cosine تربيع الـ x 1 زائد cosine 2x over 2. خلينا اذا دائما في حاله انه تو ايفن رح نستخدم هدول الايدنتيتي، وكل ما زادت معك الباور الكالكوليشن رح تزيد. اوكي سو ذيس ايكوفلنت تو مكان ساين تربيع عوضت 1 ناقص كوساين 2x اوفر 2، ومكان كوساين تربيع لاحظ هاي كوساين قوه 4، يعني كوساين تربيع هذا القوس مربع مرتين، يعني تربيع يعني مضروب بنفسه مرتين، 1 زائد كوساين 2x على 2 الكل تربيع. هلا لاحظ هاي 2 و4 يعني 1 على 8، في 1 ناقص كوساين 2x، في
واحد زائد كوساين 2x في واحد زائد كوساين 2x dx. لاحظ هذا القوس، ضرب هذا القوس هو فرق بين مربعين، فرح يعطيني الجواب 1 على 8 ذا انتيجرال 1 ناقص كوساين تربيع 2x. هذا الترم حاصل ضرب هدول القوسين، ورح انزل هذا القوس اللي هو 1 زائد كوساين 2x dx. هلا لاحظ هاي هي عبارة عن مين؟ ساين تربيع 2x، فواحد على 8 ذا انتيجرال ساين تربيع 2x مضروبة في واحد زائد كوساين 2x dx. فك القوس، ساين تربيع 2x سبق وانه حليناها في بداية المحاضرة، وساين تربيع 2x في كوساين 2x بحله باي سبستيتيوشن، سو بإمكانك انك تكمل للنهاية. إذا في حالة إنه تنتين إيفن دائما رح نستخدم هاي البروسيجر، معناته جوابنا على السؤال إنه لما يكون ساين ضرب كوساين كيف رح نكاملهم ومرفوعين لباور، عنا تو كيسز، إذا كانت واحدة فيهم أود أو إذا كانوا تنتين إيفن. فور إكزامبل، ذا إنتيجرال ساين تو ذا باور 6 3x كوساين تكعيب 3x بتطلع عنا، فلو كان ساين للقوة 6 لحال فورمولا وكوساين تكعيب لحال الفورمولا، فالباور اود. شو رح نعمل في هاي الحالة؟ لو تكامل محدود بنعوض، رح يكون عنا الحل ذا انتيجرال من 0 لباي على 3 ساين قوة 6 3x، قلنا رح ناخذ وحدة كوساين، من الكوساين تكعيب رح ناخد وحدة منهم، يعني رح يضل كوساين تربيع الاكس في كوساين اكس دي اكس. هلأ هذا الفاكتور، سوري 3x، طبعا ممكن واحد يفكر يعمل اول اشي تعويض 3x ويخليها تي، ما في مشكلة. هلأ هذا الفاكتور هو مشتقة الساين، فرح احاول استخدم انه مكان كوساين تربيع 3x 1 ناقص ساين تربيع 3x، واخر خطوة التعويض. So the integral ساين to the power 6 3x في 1 ناقص ساين سكوير 3x في كوساين 3x dx. هذا الترم قلنا دائما لازم نختصره، فهذا الترم هو مشتقة الساين، فرح اضطر افرض هلا التي اللي هي ساين 3x، رح اشتق الطرفين دي تي باي دي اكس ساين 3x، سوري مشتقة الساين اللي هي عبارة عن كوساين 3x في مشتقة ما بداخل الكوس، في مشتقة ما بداخل الساين. ما هي مشتقة 3x؟ 3. رح نرجع للتكامل، ذا انتيجرال تي للقوة 6 في 1 ناقص تي تربيع، اوكي، كوساين 3x، ومكان دي اكس رح نعوض دي تي على 3 كوساين 3x. لاحظ هذا الترم كنسل، هلا التلت رح تطلع لبرا، رح أفك القوس T للقوة 6 ناقص T قوة 8، T للقوة 6 في T تربيع جماعة الأسس DT. ناو رح أكامل تلت، T للقوة 6 هي T للقوة 7 على 7، يعني ساين قوة 7 3X على 7 ناقص T للقوة 8 اللي هي T قوة 9 ساين قوة 9 3 اكس على 9. وبالآن بدنا نعوض بحدود التكامل اللي هي من 0 لباي على 3. خلينا هلا نعوض بحدود التكامل شو رح يعطينا التعويض. خلينا نشوف مع بعض، تلت في الباي على 3 اللي هي عبارة عن 60، يعني ساين قوة 7 3 ضرب باي على 3 على 7 ناقص ساين للقوة 9 3 في باي على 3
على 9 ناقص ساين 0 0 وساين 0 0 فما في مشكلة. هلا هذا الترم مع هذا الترم وهذا الترم مع هذا الترم، فالجواب النهائي ساين الباي 0. وبهيك بنكون انهينا حالات الساين والكوساين. رح نسأل سؤال نجاوب عليه في المحاضرة الماضية، يا ترى كيف بإمكاننا نكامل سيكنت اكس؟ كيف بإمكاني أكامل سيكنت سكوير؟ وبالتالي كيف بإمكاننا نكامل سيكنت to the power n؟ والسؤال اللي رح نسأله كيف بإمكاننا، ما بينطبق على سيكنت رح ينطبق على كوسيكنت، على كوسيكنت اكس رح ينطبق على كوسيكنت to the power n x dx. رح نجاوب على كمان سؤال، هدول موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله، إنه تكامل التان، تكامل الباور للكوتان. والسؤال الأخير حنجاوب عليه في المحاضرة الجاية إن شاء الله، كيف نكامل التان مضروب في السيكانت ومرفوعين لباور؟ ما ينطبق على التان بنطبق لو كان مكان التان كوتان ومكان السيكانت كوسيكانت. فمحاضرتنا القادمة إن شاء الله بدها تغطي بقية التراجونومتريك فانكشن ومرفوعين لباور وحاصل ضربهم، ويعطيكم العافية.